السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. اليوم كنقدم لكم ميني حرشة، يعني الحرشة على شكل فردي ولا على شكل صغير. تبعوا معايا الطريقة، راه جد سهلة. بسم الله، كناخدو واحد الإناء فاش غادي نخلطو الحرشة ديالتنا. ما غاديش نبداو بالحرشة، غادي نبداو بالحليب. كاس صغير ديال الحليب يكون دافئ، الكاس ديال العبار راه كاس صغير يعني ديال الاتاي. كنزيدو عليه واحد نص كاس ديال الزيت، جوج بيضات، قبسة ديال الملحة، جوج معالق كبار ديال السكر، سكر سنيدة، واحد الساشي ديال الفاني باش نسمو، وواحد المعلقة صغيرة ديال خميرة الحلوة، وغادي نخلط هاد العناصر مزيان حتى يندمجو مزيان. بعد ما ندمجو دوك العناصر مزيان، كناخد نفس الكأس كنعبر منه جوج كيسان ونصف ديال السميدة المتوسطة، وكنضيفها على داك الخليط، كنخلطو مزيان حتى يندمجو عاوتاني مزيان، وكنخليوها ترتاح واحد 5 دقائق. غادي ناخدو واحد المقلاة نسخنوها شوية، يعني تسخن قبل ولكن على عافية مهيلة، ونتلاقاو باش نطيبوه. صافي، بعد ما سخنت المقلاة غادي نبداو نطيبو. بعد ما ارتاحت 5 دقائق العجينة كتجينا هكدايا. صافي، كنبداو نديرو هكدايا شوية على المقلاة، كنصوبوهم بالمعلقه ولا بلومبوغ دو بياس. انا سهلت عليكم العمليه، يعني صوبتهم غير بالمعلقه، كنبسطوهم هكذايا شويه وصافي، كنخليهم يطيبوا حتى يتحمروا غير شويه من التحت، ونقلبوهم. غادي نوري لكم كيفاش غادي نقلبهم، يعني شوية عليهم، وملي نقلبهم هكذا كنضغط عليهم غير واحد شوية. وخصني مرة مرة نقلبهم، ماشي غير مرة واحدة، يعني نقلبهم بزاف المرات باش يجونا طيبين من الداخل. الشكل النهائي ديال الحرشه كيجي هكذايا، يعني كتجي مذهبه، ما كتجيش محروقه، لحقاش طابت على عافيه مهيله وقلبتها بزاف ديال المرات باش تجينا هكذا مذهبه وتجينا طيبه من الداخل. غادي نقسم وحده باش تشوفوا. بصحتكم وراحتكم، نتمنى انكم غادي تجربوهم، وما تنساوش تشاركوا معايا في القناه وتبارطاجيو.